بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والخمسون. الحوت. الحوت أعظم الحيوانات جسما. الحوت مبتدأ أعظم خبر وهو مضاف الحيوانات مضاف إليه. جسما تمييز. وأظنك لم ترى في زمانك كله بيتا كبيرا يكفي لأن يسع حوتا واحدا. الواو حرف عطف. أظن فعل مضارع من أفعال القلوب، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والكاف كاف الخطاب، مبني على الفتح في محل نصب، مفعول به أول. لم حرف جزم ونفي وقلب. ترى فعل مضارع مجزوم بلم، وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان، في زمان متعلق بترى، وزمان مضاف كمضاف إليه كله توكيد معنوي، وهو مضاف هي مضاف إليه. بيتا مفعول به، كبيرا نعت أول، يكفي فعل وفعل. والجملة الفعلية في محل نصب نعت ثان. لي حرف جر. أن حرف نصب يسعى فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام، والجار والمجرور المتعلق بالفعل يكفي. حوتا مفعول به، واحدا نعت. وهو يعيش في البحار ويسبح فيها بواسطة ذنبه وزعانفه كسائر الأسماك. الواو واو الحال. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يعيش فعل وفعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. في البحار متعلقا بالفعل يعيش. الواو حرف عطف. يسبح فعل وفعل. فيها متعلقا بيسبح، بواسطة متعلقا بيسبح، وواسطة مضاف ذنب مضاف إليه، وهو مضاف هي مضاف إليه. الواو حرف عطف. زعانفه معطوف على ذنبه كسائر متعلقا بيسبح، وسائر مضاف الأسماك مضاف إليه. ولكنه لا يعد منها لأنه يتنفس الهواء كما نتنفسه نحن. الواو حرف عطف. لكن حرف مشبه بالفعل للاستدراك. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن. لا حرف نفي. يعد فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن، منها متعلقا بيعد. لي حرف جر. أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم أن، يتنفس فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. الهواء مفعولا به. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل يعد. كحرف الجر ما مستريه. نتنفس فعل وفاعل. هو مفعولا به. نحن توكيد لوزي. والمصدرية والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالكاف، والجار والمجر متعلق بالفعل يتنفس. وللحوط فم كبير جدا. الواو حرف عطف. لي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحوط اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق في كائن تقديرا. وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. فم مبتدأ مؤخر. كبير نعت جدا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره جد جدا أو جد جدا أو أجد جدا. وليس له شيء من الأسنان، ولكن في فكه الأعلى عظاما دقيقة مشتبكا بعضها ببعض ومتدلية منه كأهداب الثوب. الواو حرف عطف. ليس فعل ماض ناقص، وهو من أخوات كان. له متعلقا بمحذوف خبر ليس، شيء اسم ليس. من الأسنان شبه الجملة في محل رفع نعت لشيء. الواو حرف عطف. لكن حرف مخفف من لكن، في فك متعلقا بمحذوف خبر لكن، وفك مضاف هي مضاف إليه. الأعلى نعت. عظاما اسم لكن. دقيقة نعت أول، مشتبكا نعت ثان. بعض فاعل لاسم الفاعل، وهو مضاف ها مضاف إليه، ببعض متعلقا بمشتبكا.
الواو حرف عطف متدلية معطوف على مشتبكا منه متعلقا بمتدلية كأهدى متعلقا بمتدلية وأهدى بمضاف الثوب مضاف إليه وهو يعيش على الأسماك الصغيرة السابحة في البحر. الواو حرف عطف هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ يعيش فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على الأسماك متعلقا بيعيش الصغيرة نعت أول السابحة نعت ثان في البحر متعلقا بالسابحة فإذا رأى عددا منها يغفر فاه الواسعة فيدخله الماء بما فيه من الأسماك. الفاء حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل يغفر رأى فعلا وفاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه عددا مفعول به منها شبه الجملة في محل نصب نعت لعددا. يغفر فعل وفاعل فاه مفعول به أصله فاه هو وهو مضاف والهاء هاء الغائب ضمير متصل في محل جر مضاف إليه الواسع نعت. الفاء حرف عطف يدخل فعل مضارع هو مفعول فيه الماء فاعل بي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ما اسم مفصول في محل جر بحرف الجر والجار والمجر متعلق بالفعل يدخل فيه متعلقا بمحذوف صلة من الأسماك متعلقا بمحذوف صلة أيضا ثم يخرج الماء من شدقيه خروجه من المسفات وتبقى الأسماك مشتبكة بالأهداب العظمية فيبتلعها على مهله. ثم حرف عطف يخرج فعل الماء فاعل من شدقي متعلقا بالفعل يخرج وشدقي مضاف هي مضاف إليه خروج مفعول مطلق وهو مضاف هو مضاف إليه من المسفات متعلقا بالمصدر. الواو حرف عطف تبقى فعل الأسماك فاعل مشتبكة حال بالأهداب متعلقا بمشتبكة العظمية نعت. الفاء حرف عطف يبتلع فعل مفعل ها مفعول به على مهل متعلقا بيبتلع ومهل مضاف هي مضاف إليه والتجار يجهزون السفن بالرجال والعدد لصيده فيصطادوه الصيادون طعنا بالمطارد والحراب المشعبة فتغرز في جسمه وتدميه كثيرا جدا. الواو حرف عطف التجار مبتدأ يجهزون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل السفن مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ بالرجال متعلقا بيجهزون. الواو حرف عطف العدد معطوف على الرجال لصيد متعلقا بيجهزون وصيد مضاف هي مضاف إليه. الفاء حرف عطف يصطاد فعل مضارع هو مفعول به الصيادون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طعنا مفعول لأجله بالمطارد متعلقا بيصطاد أو طعنا. الواو حرف عطف الحراب معطوف على المطارد المشعبة نعت. الفاء حرف عطف تغرز فعل فاعل في جسم متعلقا بتغرز وجسم مضاف هي مضاف إليه. الواو حرف عطف تدمي فعل فاعل هي مفعول به كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير تدميه إدماء كثيرا جدا جدا مفعول مطلق لفعل محذوف ولا يزالون يتعانونه حتى يعي من التعب وسيلان الدم ثم يموت عائما على وجه الماء. الواو حرف عطف لا حرف نفي يزالون فعل مضارع ناقص الواو واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزالون يتعانون فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر يزالون هو مفعول به حتى حرف جر يعيا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجر متعلق بالفعل يتعانون من التعب متعلقا بيعيا وحرف عطف سيلان معطوف على التعب وهو مضاف الدم مضاف إليه ثم حرف عطف يموت فعل وفاعل عائما حال على وجه متعلقا
بعائما ووجه مضاف الماء مضاف إليه فيأخذونه شحمه ويضعونه في البرامل ويحملونه إلى بلادهم لكي يستخرجوا منه زيتا. الفاء حرف عطف، يأخذون فعل والواو فاعل، شحم مفعول به وهو مضاف هو مضاف إليه. الواو حرف عطف، يضعون فعل وفاعل هو مفعول به، في البرامل متعلقا بيضعون، وحرف عطف يحملون فعل وفاعل هو مفعول به، إلى بلاد متعلقا بيحملون، وبلاد مضاف هي مضاف إليه. لي حرف جر كي حرف مصدر ونصب، يستخرج فعل مضارع والواو فاعل منه متعلقا بالفعل يستخرج زيتا مفعول به. والمصدر المؤول من كي وما بعدها مجرور باللام، والجار والمجرور متعلق بالفعل يحملون. وفي صيده خطر كبير على قوارب الصيادين لما يحدث من الاضطراب الشديد في سطح البحر عند ارتفاع الحوت وهبوطه. الواو حرف عطف، في صيد شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، وصيد مضاف هي مضاف إليه. خطر مبتدأ مؤخر، كبير نعت على قوارب متعلق بكبير، وقوارب مضاف الصيادين مضاف إليه. لي حرف الجر ما اسم مفصول في محل جر باللام، والجار والمجر متعلق بكبير. يحدث فعل وفاعل، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، من الاضطراب متعلقا بيحدث، الشديد نعت في سطح متعلقا بيحدث، وسطح مضاف البحر مضاف إليه. عند ظرف زمان مضاف ارتفاع مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل يحدث، وارتفاع مضاف الحوض مضاف إليه، وحرف عطف هبوطه معطوف على ارتفاع الحوض وهو مضاف هي مضاف إليه. وقد يضرب القارب بزنبه فيكسره أو يقلبه بمن فيه. الواو حرف عطف، قد حرف للتقليل، يضرب فعل وفاعل، القارب مفعول به، بزنب متعلقا بيضرب، وزنب مضاف هي مضاف إليه. الفاء حرف عطف، يكسر فعل وفاعل هو مفعول به، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقلب فعل وفاعل هو مفعول به. بي حرف الجر، من اسم مفصول مبني على السكون في محل الجر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بالفعل يقلب، فيه متعلقا بمحذوف صلة، والتقدير بمن كانوا فيه، والله أعلم بالصواب.